عايز برضه اتكلم عن فريق ارتا سولار، وقلت لكم هتكلم عليه كمان شويه. فريق ارتا سولار، فريق الجيبوتي، اتاسس عام 1980. ده فريق ارتا سولار. الاسم بتاعه اتغير، كان الاسم الاتحاد الرياضي بارتا، بقى اسمه ارتا سولار لاسباب تسويقيه بعد استحواذ عملاق الطاقه الجيبوتي سولار على النادي في 2018. طيب النادي بقى من 2018 ظهر في 2022، عمل تعاقدات قوية جدا بأسامي زي ما قلناها لكم كده في البداية. ألكسندر سونج، راجل لعب في برشلونة وأرسنال، والحارس الكاميروني كاميني لو كلكم فاكرينه طبعا كاميني، والإيفواري سالمون كالو لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق. ألكسندر سونج وسالمون كالو متواجدين في قائمة أرتا سولار للمباراة، لكنهم يعني مؤخرا ما بيشاركوش مع الفريق. وأبرز اللاعبين الحاليين في الفريق هو اللاعب الدولي البوركينابي ألان تراوري، وده من أفضل اللاعبين، دولي بوركيني سابق وسبق ليه اللعب في فريق موناكو الفرنسي. الفريق فاز بالدوري الجيبوتي مرتين متتاليتين، موسم 20 و21 وموسم 21-22. مالك النادي هو تومي تايورو نيكوس، ده أحد أبرز رجال الأعمال في دولة جيبوتي. وهو في البداية كده وأول ما اشترى النادي قال لك أنا بوعد الجمهور بأن أرتا سولار يبقى في مصاف الأندية الكبرى في القارة خلال 10 سنوات. المدير الفني للفريق هو المدير الفني الجزائري بوزيان بن عربي، وهو مدير فني على دراية كبيرة جدا جدا بالكرة المصرية وبنادي الزمالك على وجه الخصوص. وشفناه في تصريحات عن مواجهة نادي الزمالك، والراجل قال لك أنا حافظ الفرقة وعارف اللعيبة، وشفت واتفرجت على نادي الزمالك في البطولة العربية أمام النصر، شفت أنه قد إيه فريق قوي وعنده مفاتيح لعب كتير جدا. سبق للفريق مواجهة فريق مصر طبعا، فريق المقاولين العرب، قبل كده في الكونفدرالية، وخسر ساعتها بنتيجة كانت قياسية، خسر بمجموع إلا مبارتين 19-1. ده كان في 2021، وساعتها سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك الحالي سجل هدفين. الفريق الموسم اللي فات فقد لقب الدوري واحتل المركز الثالث، والنسخة الماضية برغم توديعه بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مبكر، لكنه خرج بصعوبة أمام فريق كبير زي فريق المريخ السوداني بنتيجة 2-1 بمجموع المباراتين. ده المنافس بتاعك، منافس لازم تحترمه، ده شيء مفروغ منه. منافس أيا ما كان، دلوقتي خريطة كرة القدم في إفريقيا فيها كل حاجة غريبة، فيها كل حاجة عجيبة، تتوقع أي حاجة من أي حد. فريق ممكن يكون جديد ولكن عنده لعيبة عندها خبرة، لعيبة عندها من الحمية ان هي تلعب في امام فريق كبير زي النادي الزمالك تموت نفسها في الملعب وتأدي اداء قوي، والنتائج او المفاجآت يقولك احنا ممكن نعمل مفاجأة. مفيش فرصة احلى من كده ان هو يعمل مفاجأة، فهو هتلاقيه داخل عنده معنويات ودوافع كبيرة جدا جدا، فانت لازم تخش عندك نفس الدوافع داخل المباراة امام فريق ممكن الملامح بتاعته ما تبقى الظاهرة قوي، ولكن على الاقل احنا عرفنا مين نقاط القوة اللي فيه، مين ابرز اللاعبين اللي فيه، فانت تقدر تشتغل على ده وتقدر تلعب اللعب بتاعك في مثلا الشوط الثاني لما تقرا الفرقة في الشوط الاول، ويبقى عندك من الحذر، لازم يبقى عندك حذر قدام اي فرقة انت مش عارفها، على الأقل لحد ما تقرا المباراة وتقرا اللاعبين وتقرا تحركاتهم. بعد كده الموضوع بيبقى أسهل بالنسبة لك في الرؤية، إنك تلعب قدامهم بطريقتك. ده أمر في غاية الأهمية.